صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وجاء في المادة الأولى: يعين السيد أحمد جعفر محمد الحايكي وكيلا مساعدا لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 70 لسنة 2019 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وجاء في المادة الأولى: يعين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل من عبد العزيز محمد علي الأشراف وكيلا مساعدا للرقابة والموارد، إيمان أحمد حسن الدوسري وكيلا مساعدا للتجارة المحلية والخارجية. كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 71 لسنة 2019 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب. وجاء في المادة الأولى: يعين في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كل من دينا أحمد عيسى الفايز وكيلا مساعدا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، خليل عبد الرسول حسن بوشيري وكيلا مساعدا للبحوث والموارد. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 72 لسنة 2019 بتعيين رئيس تنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تعين السيدة رنا إبراهيم فقيه رئيسا تنفيذيا للجهاز الوطني للإيرادات بدرجة وكيل وزارة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 73 لسنة 2019 بندب وكيل وتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه: المادة الأولى: يندب كل الوقت المستشار وائل رشيد خليفة بوعلاي وكيلا للعدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. المادة الثانية: تعين الأستاذة دانا خميس عبد الرحمن الزياني وكيلا للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. المادة الثالثة: يعين الدكتور محمد طاهر محمد صالح القطان وكيلا مساعدا للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.